السيد مدير مركز كي ا اون فوي دو روت كي تراسي المحطة اللي بغيناها تكون هنا في وهران، اولا لمعاينة هذا المشروع الكبير اللي خاص بالحكايات الشعبية عن تنفسين باللغة الأمازيغية ب 13 لسان أمازيغي، مناسبة للإعلان من اليوم عن جائزة رئيس الجمهورية للغة والأدب الأمازيغي اللي يقدم الإضافة الكبيرة، يعني قيمة مضافة للغة الأمازيغية. ما أحوجنا إلى مثل هذه الجوائز لتحفيز الفاعلين العاملين يعني في الميدان كجامعيين كخبراء.